السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكنبغي نذكر الأحباب الكرام أننا بعد زكاة الفطر كتنتظرنا واحد العبادة أخرى. شنو هي العبادة؟ هي عبادة صلاة عيد الفطر. نهار العيد إياكم أن تؤخروا زكاة فطركم حتى الصلاة. خصكم تخرجوها قبل الصلاة يعني. لكن صدقة الفطر كما كنقولوا راهي المفتاح لقبول الأعمال وتصعد إلى السماء. فنذكروا بأنه بعد زكاة الفطر إن شاء الله نهار الأحد غادي يكون في الغالب هو عيد الفطر السعيد. وإن شاء الله تعالى ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أننا نعظم شعائر الله، لأن من يعظم شعائر الله تعالى ربي عز وجل يكرمه ويزيده من فضله ومن نعيمه. فعيد الفطر وصلاة عيد الفطر هي شعيرة دينية جليلة، وهي سنة نبوية مؤكدة. سيدنا النبي كان يواظب عليها، وسلفنا الصالح كلهم كانوا يواظبون عليها. هي الأصل أنها تقام في المصليات في الفضاءات العامة. كل مدينة كل إقليم كل عمالة كتلقى من اللي كيصمموا العمالات والأقاليم كيوضعوا المؤسسات وكيوضعوا الأسواق وكيوضعوا الطرقات وكيوضعوا جميع المرافق الاجتماعية. راه في البلد الإسلامي إجباري أنك تدير مصلى. ترى المهندس الكبير ديال المعمار ديال كل اقليم وكل مدينه ملي كيقوم بالتوزيع ديال المؤسسات والبنايات تاع الدوله والمرافق العموميه والسبيطارات والمستشفيات والمدارس، خصو لابد في التصميم ديال التهيئه العمرانيه يكون هناك مصلى. هذه علامه من علامات البلد المسلم. حنا الحمد لله هذه القضيه عندنا معروفه. راه غير في الدار البيضاء مثلا عندنا 11 عماله في 11 مصلى. 11 مصلى. ولا قدر الله كانت المطار، كان المطار وكان العجاج ولا كانت الحراره مفرطه، نضطر الى شيء اخر، وهو اننا نقوم باذن الله تعالى بصلاه داخل الجوامع الكبرى. الجوامع الكبرى نقوم فيها بإذن الله تعالى بأداء الصلاة فيها بإذن الله جل وعلا. والظرفية الراهنة احنا في زمن الكورونا طبعا ما عندناش القدرة باش نمشيو للمساجد ولا نمشيو لإقامة الصلاة، فاحنا غنصلوا إن شاء الله في بيوتنا. والفتوى ديال المجلس العلمي الأعلى بالمملكة الشريفة قالت لنا لابد أن نؤديها في بيوتنا مع العائلة ومع الأحباب، نجمعوا الأسرة ونؤديوها بدون أن نخرج إلى خارج. لابد أن نلزم بيوتنا. فإذا كان ربي عز وجل أغلق المساجد فقد أراد بحكمته أن تكون بيوتنا مساجد. رغم أننا كنحزنوا كندوزوا على الجامع ديالنا وكنلقاو مغلق كنشعر بالحزن العميق، ولكن بالمقابل فرحة ثانية مقابلة. ربي كيعطي وكيمنع، إلا منع كيعاود يعطي، وهو أن الله تعالى جعل بيوتنا مساجد. بعض العائلات تبارك الله داروا الصالون ديالهم مسجد. ملي كيجي وقت الصلاة كيحيدوا المواعيد ويحيدوا الكراسي ويفرشوا الحصيرة وجعلوا مسجد وفيه الأذان وفيه الإقامة، وكاين الوليد هو اللي كيودن والوليد الآخر كيقيم الصلاة والزوجة والبنية على الدور والأب الأسرة هو الإمام وعنده المقراءة. الحمد لله حتى حاجة ما ضاعت، كل خير، بدائل، كل بدائل. فماذا علينا أن نوصي بأنفسنا في هذا نحافظوا على صلاة العيد؟ ناخذوا بالسنية ديال الاغتسال نهار الأحد الصباح ان شاء الله بننتقوا، ولا قبل الفجر نقوم بالاغتسال سنه، ثم نتطيب ثم نلبس لباسا جديدا. اكيد ان كنا نعتاد اننا ناخذ لباس جديد في عيد الفطر السعيد، لكن اللي عنده يلبسه، ما عندوش يخرجش شي لباس جميل يكون فيه البياض ويغسلوا وينظفوا ويطهروا ويطيبوا ويلبسوا تطيبا وتيمنا باش ربي غيجدد حياتنا. لان العيد السعيد للصائم فرحتان
فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. ثم بعد ذلك غادي ان شاء الله تعالى نهار العيد مرة 8:30 غنبداو نكبروا من بيوتنا، من بيوتنا نكبر. كنا كنكبروا في المساجد وفي المصليات. اتمنى ان شاء الله تعالى نهار الاحد الصباح مع 8:30 نبداو، مع 7:30 نبداو، 7:30 نبداو ان شاء الله تعالى، نبداو باذن الله تعالى كما كنا نعتاد نفعلها في المصليات والمساجد الكبرى. كنبداو الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد، الله، او نسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، ونكتب التكبير لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كلنا نرد هذه الصيغة، بغيت يا ربي يا كريم وفقنا الله تعالى نهار الحد صباحا مع 7:30 جميع البيوت ديالنا في المغرب في المدن والقرى وفي المداشير وفي السطوحة وفي الشراجم وفي النوافذ، كل شيء يرفع صوته بأعلى أعلى 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 مدى، ونبدأ في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونواظب عليها نواظب عليها، ونبقاو حتى تقريبا ديك 9:30 وقت الضحى، ونتوقف من التكبير ثم نصلي صلاة العيد في بيوتنا. صلاة العيد معروفة أيها الأحباب الكرام أننا غادي نصلي إن شاء الله تعالى ركعتين، ما تحتاج إلى أذان، ما تحتاج إلى إقامة، وإنما وقت دخولها طبعا منذ طلوع الشمس وارتفاعها في الأفق ارتفاعا بينا، يقول العلماء نحو نصف ساعة إلى الزوال، كتبقى مستمرة 12 نهار. ولما نصلي بإذن الله تعالى نقوم بصلاة ركعتين، ونقوم بالتكبير 7 تكبيرات في الركعة الأولى و6 تكبيرات في الركعة الثانية. الركعة الأولى 7 تكبيرات، الركعة الثانية تكبيرة واحدة، والخطبة ليست شرطا، والجميل أن نقيم الخطبة، يعني غادي ما كاين لا أذان ولا إقامة، نقول حضر في الصلاة يا عباد الله، حضر في الصلاة يا عباد الله في البيوت ديالنا. فيقوم الرجل بالدار وليدات وحده والزوجة وراه والبنيات، ويصلي ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية الفاتحة وسورة الأغشى الغاشية، سورة الغاشية أو ما تيسر. وملي نسالي الصلاة ندير واحد الخطبة، هي ماشي شرط ماشي واجب، ولكن مزال ندير واحد الخطبة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبارك لكم هذه المناسبة السعيدة عيد الفطر السعيد، وأسأل الله تعالى أن نبقى هكذا دائما متحابين متألفين، ونطلب الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، نواظب على الصلاة هي عماد الدين، وقد خرجنا زكاة الفطر الله يتقبلها منا، وخصنا نبقاو دائما الأسر فيما بيننا التراحم والتعاون، ونتضرع إلى المولى. كلام هكذا جميل، كلام من صميم الدين، الأب رب الأسرة اللي بغى يوجه رسائل لأسرته ولزوجته ولأبنائه، وربي يتقبل منا أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ختمنا للقرآن، وتقبل منا يا ربنا زكاة الفطر يا رحمن يا رحيم. ونسألك اللهم يا كريم أن ترفع عنا هذا الهم، وترفع عنا البلاء، وترفع عنا الغلاء، وترفع عنا الشدائد. اللهم يا رب إنا نتضرع إليك أن تعجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أيها الأحباب، اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا ونجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50
أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.